وعليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة محسن إلكترون، ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم في دورة وورد بريس، شرحونا لهذا اليوم هو طريقة تغيير رابط الدخول إلى لوحة التحكم. كما ترون هذا هو رابط الدخول إلى لوحة التحكم. سوف أقوم بكتابته wp-admin. هذا هو الرابط المعروف عند الووردبريس للدخول إلى لوحة الأدمين. كما ترون سوف نقوم بتغييره للحماية. نقوم بالذهاب إلى إضافات ثم أضيف جديد، ثم نذهب في البحث، خانة البحث، نقوم بكتابة WPS login. هي الإضافة، أكثر من مليون تنصيب لهذه الإضافة، نقوم بتنصيبها وكذلك تفعيلها. كما ترون أكثر من مليون إضافة، نقوم بتفعيلها. نبحث عن الإضافة هنا، كما ترون هنا نذهب إلى الإعدادات، رابط تسجيل الدخول الجديد كما ترون نقوم بكتابته هنا مكان لوجين. سوف أقوم بكتابة تيست. هنا الصفحة التي يمكن التوجه إليها عندما نكتب الرابط القادم، سوف أضعها صفحة الخطأ 404، ثم نضغط على حفظ. عند حفظ البيانات، رغم أني سوف أقوم بكتابة wp-admin لأنني مسجل الدخول مسبقا على هذه الصفحة، يجب علي تسجيل الخروج كي يعمل الرابط الجديد. كما ترون ترون أني مسجل الدخول للوحة التحكم. كما ترون هنا تظهر لك أن الإضافة لا تعمل، ولكن هي تعمل. نذهب إلى متصفح جديد، لا داعي لتسجيل الخروج هنا، ثم سوف أقوم بكتابة الموقع، ولا سوف أقوم بنسخ الرابط كامل. ثم كنترول في لصق ثم أنتري. كما ترون هذا هو الرابط القادم، انظروا لقد أعطاني صفحة الخطأ، يعني الإضافة تعمل بشكل جيد. الآن سوف أقوم 404 بالرابط الجديد تيست أنتري. كما ترون الإضافة تعمل بشكل جيد. كان هذا هو الدرس اليوم الخاص بتغيير رابط لوحة التحكم للووردبريس. إلى الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.